مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ ماذا؟ لا أذكر أني قمت بتجربة أداء من أجل مسرحية المدرسة. أنا أيضا، لكنك تؤدين دور الخادمة الغامضة وأنا دور المفتش المندفع. أنا سأؤدي دور فرد أحمق في المجتمع. ما هذا؟ لائحة الأدوار. دوري هو إيرل ناتلي الوسيم وهو ملائم لي. يستحيل أن يكون لدي الوقت كي أشارك في هذه المسرحية السخيفة. يقال أنك ستؤدين دور كونتيسا ناتلي زوجة هاري. جميعكم هنا بصفة المديرة الفنية لمجتمع ميدلينغتون المسرحي، يجوز لنفسي بأن أوزع عليكم جميعا أدوارا في تحفة الفنية الأخيرة وعنوانها عطلة مع الأطياف. عطلة مع الأطياف؟ يرق لي هذا. والآن إذا أردنا أمسية افتتاحية تتمتع بمستوى برودواي علينا التمرن. هيا إلى المسرح. أنا لا أصدق ماذا حل بالمسرح. أنا أخشى أن العطلة الطارئة في الصرف الصحي قد يحول دون أي عمل طبيعي للمدرسة. أكره أن أحبط عزيمتكم أيها التلاميذ الأعزاء، لكن إن كنتم تحتاجون لاستشارة للتخلص من اليأس تعالوا إلى مكتبي. استشارة؟ يجب أن يستمر العرض آنستي، سنجد مسرحا آخر. أنا أثني على استراتيجيتك في التأقلم وتفكيرك المرن. يمكنك المحاولة في مسرح بلاك روز. يفترض بهذا المكان أن يكون مسكونا بالأطياف. حقا؟ أعزائي، أوصي بألا تدعوا الشائعات حول إنتاج المسرح الأخير تؤثر فيكم وتجعلكم تصابون بالذعر أو تقضي على طموحاتكم المسرحية. ستحصل مأساة لميدلينغتون إذا لم أقدم مسرحيتي. هيا بنا جميعا أيها الأصدقاء سننقل هذا العرض. هاي، هل يذكر أي منكم أحداث مسرح رعب ثمانية؟ حيث تحيا قطع الأثاث القديمة وتبدأ بقدم جميع ممثلي المسرح. هل فهمت الأمر؟ مؤثرات الجو ستساعدنا وستضيف إلى غموض المسرحية التي تحمل عنوان عطلة مع الأطياف. والآن فلنبعد هذه الألواح العافنة عن الباب. أشياء قديمة. هل تعرفون؟ قد يصنع هذا تأثيراً رائعاً في نهاية الفصل الثاني. هذه الجرذان الطائرة تبدو جائعة. في الواقع نادراً ما يهاجم الخفاش الإنسان، بل يتناول العديد من الحشرات التي نعتبرها وباء. عفواً كريبي. لا عليك، لكن من الأفضل أن تبتعد عن أسرتي في أمسية الافتتاح. ما كان هذا؟ أحد ما أعتقد كان هذا مخيفاً جداً. أن الممثلين مرهفو الإحساس، لكن حقا كان هذا مجرد هواء. هيا إلى المسرح ولنبدأ التمرن. تعاونوا معي يا أصدقاء. يا للمصادفة بأن يكون إعداد المسرح هذا شبيها تماما بالقصر المسكون من الأطياف في المسرحية. مصادفة أو نذير شؤم؟ لا أدري، أجده مريحا نوعا ما. في أماكنكم، لنبدأ من البداية. الفصل الأول، المشهد الأول، ثمة من يقرع الباب. مثالي، شكراً لمن فعل ذلك في الجواليس. أنا لم أفعل ذلك. ولا أنا. احتسي المزيد من الشاي يا سيدتي العزيزة سينتيا. شكراً حضرة الكونتيسة.
لكن أين الشاي؟ يدعى هذا بالتمثيل! مثلي ليس إلا! أسمع اللورد ناتلي يقترب. من يثير هذه الضجة؟ سكر؟ أوه، أجل، من فضلك. قطعة أو قطعتين؟ واحدة. هاي، انتبهي! هل شاهدتم هذا؟ ماذا حصل؟ أوه، كان ذلك وشيكاً. يحتوي على نصف طن من الرمال. أنت محظوظة بالفعل. ما زلت أرتجف. والآن لا داعي للرعب. تعلمون ما يقال، التمرن السيء يمنح الأداء الرائع. لما لا نقوم ببعض تمارين الصوت المساعدة على الاسترخاء؟ ماي مي ما مامو. جلد أحمر، جلد أصفر، جلد أحمر، جلد أصفر، جلد أحمر، جلد أصفر. ما هذا الصوت في الأعلى؟ أمر مؤسف ألا نتمكن من الصعود للأعلى. للتحقق غنوا برفقتي. جعلتني أمي أسحقكم، جعلتني أمي أسحقكم. تابعوا زوز القوقعات على الشاطئ، تابعوا زوز القوقعات على الشاطئ. ها؟ إذن أوجدت شيء؟ سمعت شيئا لكن لا أعلم ما هو. أظن أن الطيف خلفك كريبي. قدرة الكونتيسة ناتلي، إنه فعلا أمر مخيف ومربك جدا. لسنا نمثل الآن ميلاني، هذا أمر واقعي. لا تكوني سخيفة، أنا واثقة بأنه مجرد. سيغمى علي. المخرج دائما على حق. والآن لنعود إلى التمرن. انتهى التمرين. نعم أنا أستقيل. حظاً سعيداً في المسرحية، ستحتاجين إليه. في الواقع هاري، في المسرح لا نقول حظاً سعيداً، بل نقول هل أنت على ما يرام؟ أنا بخير. النشارة. واجه الأمر كريس أليس، سيشكل هذا العرض هبوطاً. أطياف؟ لا أظن ذلك. هل هناك نمل أبيض في المكان؟ نمل؟ هذا يكسر كل شيء. كنت متأكدة من ذلك. ماذا تظنون أنكم فاعلون؟ نحاول المساعدة فقط. أتدعون هذا مساعدة؟ أنتم تحضرون لغزاً صحيح؟ رمينا التأثيرات الخاصة لإثارة جو ملائم. أظن أنكم بلغتم قليلاً برمي كيس الرمل وبالباب المسحور. آسف بهذا الشأن. حصل الأمر نفسه مع الرجل الذي كان يملك هذا المسرح، لذلك يحاول القضاء علينا. إذن تريدون حقا المساعدة في الكواليس؟ أجل أجل بالطبع، نود ذلك كثيرا. أنا لدي فكرة مهمة. شكرا جزيلا لعودتكم. يجب أن يستمر العرض مهما حصل. لا تقلقوا حيال الجمهور المحتشد، النقاد، واحتمال أن يكون هذا المسرح مسكونا بالأطياف. كريس أليس، أتحاولين إخافتنا؟ لا، باستثناء إذا كان هذا يوحي لكم بأداء أفضل. حسنا، فليمسك كل بيد الآخر. سننجح جميعا. إذن لابد أنها كانت السيدة سينتيا. يجب أن أجدها في الحال. ما كنت لأفعل هذا سيدتي، إنه أمر خطير جدا. لقد حاول المفتش أن يحذرها، لكن السيدة أبت أن تسمع، فهي لم تدرك أبدا أنها مراقبة من العالم الآخر. لقد نجحت المسرحية وأنتم ساعدتم بذلك. شكراً كريبي. أعجز عن تصديقي أن المالك القديم حاول القضاء عليكم. أعتقد
أعتقد أنه لم يحاول فحسب. النمل الأبيض آكل النهم، إنه لا يأكل الخشب فحسب، بل كل ما يتواجد فيه السليلوز كالورق والسجاد والحائط وحتى أطر الشبابيك. تبدو لذيذة جداً، لكني شخصياً أفضل البيتزا.